في هذه الأزمنة أصبحت عادة الناس في العزاء 3 أيام، فهل هذا الأمر بدعة؟ نعم، تخصيص أيام للعزاء ومكان، تخصيص زمان ومكان وإعداد طعام، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. التعزية تكون في البيت، في الطريق، في المسجد، في الدكان، في المتجر، في محل العمل. نعم، ما له مكان مخصص. نعم. وهل تخصيصه في الجلوس في المنزل يكون من النياحة؟ النبي جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت صنعة الطعام من النياحة. فالتكلف في هذه الأمور وتطويرها والإعلان عنها في الصحف هذا لا يجوز.